لعمان تي في. أنا كتير مبسوطة إنه أنتوا هون وتابعتوا المسرحية، يعني مهم. سميرة الأسير منورانا في عمان تي في. عايزك تكلمينا أول حاجة عن مشاركتك في مهرجان إيزيس. ليه اخترتي تشاركي بالعرض المسرحي تبعك في مهرجان إيزيس الدولي، خاصة أنه أول دورة؟ أنا تعرفت على فتحي عبد الوهاب بالقاهرة كابول، هو قال لي في مهرجان للمرأة وإذا حابت تشاركي هاي التفاصيل، فأنا شاركت. كان إشي مهم إنه أكون من ضمن أول مهرجان لمسرح المرأة اللي بيحتفل بالمرأة، لأنه هذا إشي كتير مهم عشان نشجع المرأة تكون فنانة. يعني عايزك تكلميني عن الفكرة اللي بيناقشها العرض بتاعك. مسرحية قفص الطيور هو عن الحرية، وهو عن كيف الواحد بيحط حاله في قفص وبيكون عنده المفتاح يطلع من هذا القفص، بس بخاف من الإشي العظيم اللي جواه. فإحنا دائما بنضل بالمكان اللي إحنا راضين فيه أو المكان الآمن، بخاف ناخد ريسك أو نخاطر بإشي لنصير إشي أحسن. فهو إنه لا، لازم نطلع من هذا المكان ولازم نصير إشي أحسن، برغم إنه خايفين، ونروح على هذا نطلع اللي جواتنا يعني. فهو عن ثلاث عصافير أو طيور في قفص، اللي هم مجد عيد، مثنى القواسمة، وإبراهيم نوابنة، وبفوت عليهم طير بري اللي هو محمد نزار. وهذا الطير البري بقلب علمهم فؤاني تحتاني، بقول لهم يلا بدكم تطلعوا من هذا القفص، يلا 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 يلا. وهو الثورجي اللي بده يغير كل شيء، بس هم قد ما هم خايفين هم بصير الصراع. احنا المسرحية عملناها بشهر 11 السنة الماضية، بس للأسف ما عرضناها قدام جمهور عشان كورونا، وهي يمكن كانت أول فرصة إننا نعرضه بشكل جماهيري، يعني إنه يكون في جمهور وعم بيحضر المهرجان. فبما إنه مهرجان إيزيس هي أول دورة له، وبما إنه مهرجان بدعم المرأة وهو المخرجة تاعتنا مرأة، فقلنا أوكي خلينا نقدم، ليش لا، يعني ونعرض قدام جمهور مصري، يعني هذا أكيد شرف كبير لأي ممثل. وهذا فعليا اللي صار، قدمنا على المهرجان، أخذنا، تم ترشيحنا من قبل المهرجان وإجينا. كلمني عن فكرة العرض أو القضية اللي بيناقشها العرض. يعني العرض بيتكلم عن الحرية، المسرحية نفسها بتتكلم عن الحرية. هو النص مكتوب بالسبعينات لكاتب اسمه ديفيد كامبتون، وإحنا عملنا له أدابتيشن هلأ وقلبناه أردني. بالنص الأصلي بيكونوا العصافير اللي جوا القفص هم نساء، واللي حبسهم هو الرجل. بالأدابتيشن تبعنا لا، الرجال اللي هم جوا القفص واللي حبسيتهم هي المرأة. هاي قصة العرض، بس هو بيناقش الحرية، لأنه هي بتجيب عصفور السجانة، عصفور بري، وبتحطه معاهم بالقفص للعصافير الكبير اللي لها زمان هناك تعودت على القفص. فهو بصير يحكي معاهم عن الحرية وعن إنه لازم تطلعوا من هون، وهم مش مستوعبين الكونسبت اللي هو عم بيحكي فيها. متوقعين تاخدوا جايزة بقى ولا الموضوع يعني بتفكروا فيه ازاي بقى، ولا مجرد مشاركة؟ لا، هو ما فيش جوائز في المهرجان اصلا، يعني ما فيش جوائز، بس هو مجرد المشاركة، مجرد ان احنا عم نعرض زي ما قلت لك بمصر. واجتنا هاي الفرصة كمان ان نحضر عروض تانية، يعني احنا عم نشوف، شفنا عروض من روسيا، شفنا عروض من اليابان، عروض مهمة وممتعة يعني، وهم برضو حضرونا. فإحنا قدرنا نوصل مسرحية أردنية لجماهير من كافة أنحاء العالم تقريباً.